جات جي واحد خمسة ديال البنات على وات ذا فاك، شكون هو هاد خونا هذا؟ اول مره تنشوف بنادم لابس الكوستيم على اللحم، ماشي هاد الحبس هذا. ما فين هو داك القميجه وداك الكرافطه والهيبه؟ فين الكرافطه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خرجي اختي نشوفو كي دايره. الو، شيز ا بلاس مارو. الله اكبر، يا ما توقعش هاد الشيء يخرج كامل. اي السلام عليكم عزاوة والعزاويات، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اول حاجه بعدا جي نبداو بها في هذا الفيديو هذا، عواشر مبروكه. ثاني عيد هذا خصنا نقول لكم عواشر مبروكه، العيد راه فيه 3 ايام. هي اول حاجه بنقول لكم شكرا بزاف على التفاعل تاعكم، تفاعل اسطوري ليجندري من الاخر، باش تعرفوا راكم هنايا. هذا الشيء اللي كنعز بكم، شكرا لكم الناس اللي تيديروا لنا جيم، الناس اللي تيديروا لنا كومونت، الناس اللي تيعناو بينا. بنقول لكم الدراري بانه هذا الشيء ديما كما تنقول لكم تيكون لايف في تويتش. تحيه للشباب اللي معنا ديما، الصراء والضراء، العائله، وتعرفوا هذه العائله تاعي اللي ديما تنبقى معاها وديما تنجرو تنتناقشوا على مواضيع تنلعبوا لي جو. يعني تحيه لكم، مرحبا بكم في تويتش. تويتش ديالي اللي هو احمد الصابيري، هو هذا واش دابا هو تويتش ديالي. اتو مرحبا بكم، مو اغلبيه تاع الرياكشن تكونوا في اللايف، وتنديروا بزاف ديال الاكتيفيتي في اللايف. هادشي اللي كاين. ثاني حاجه بغيت نقول لكم هي ان شاء الله راه كاين واحد فلوق في الشيل الاولى العيد، تسناو غدا ولا تسناو راه تحط هو هذاك، ما تحطش يعني الشيل الاولى ان شاء الله جايين دي كونسيرت فيها اللي هو واعرين ابوناو ليها. ثالث حاجه درنا شين في الجيمنج اللي غادي نحطوا فيها لي جو جي تي اي الرعب الخليل. اي جو غتلقاوه في هاد لاشين اللي هي هادي احمد الصابيري جيمنج. انا نبدا نبارطاجي معكم لي جو بالمونتاج والايديتينغ والزو والنشاط. هادشي اللي كاين. انستغرام ديالي اللي هو هذا في ستوري ديما، راكم عارفين احمد تاع انستغرام، ماشي هو احمد الجيمنج، مختلفين بحال فهمتي. عندي جوج شخصيات هنا وهنا، دخلوا الانستغرام وضربوا فولو تما زايا. واش انت هذا مهبه احمد العزيزي وما تيش واحد ديك بعدا ديك اليوتيوب الحمراء ما تضرباش بعدا تولي بالحمر، راه خاصك تضرب. المهم ان شاء الله اليوم كنت قاعد مع عليا ما بيا دايرين ستريم، صيفطوا لي الدراري قالوا لي درت شي رياكسيون مزيانه، راه كاينه واحد الرياكسيون اخرى. حنا ديما عندنا جوج تليشين تيحطوا لنا الاخر ديال الكونتنت، عندك كواليس وصوت، صوت كاع صوت تيحطوا دي كونتنت اللي هما راقيين فهمتيني. يعني اليوم الدراري قال لك اسيدي شكون غادي تربح فيهم الاوتفيت ديال البنات. نورمالمون شفنا في كواليس دريه تتسي الدراري، دابا العكس، دري تيقيم اللباس ديال الدريات. اوكي بلان 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 بالرجوله، واحد البلان اجي نهضر عليه. هو وليت طلعت بنادم تيبين سالخ من الهويه المغربيه ديالو. معلم برادر اخي ولا سيسترز اند برادرز، يو ماست تو بي براود تو بي مروكن بيكوز يو ديد بورن ان ذيس لاند، تولدتي في هاد الارض وكليتي من ثمرات ديالها ومن الخير ديالها، فلا تكن كناكري الخير. راه الغربه غادي تمشي لها 7 سنين 10 سنين 500 عام، يرجع لك هذاك الحنين باش ترجع للبلاد، على قبل امك، على قبل باك، على قبل التراب اللي تربيتي فيه، على قبل الذكريات ديال، على قبل مسكات 4 دريال اللي كيتي، ولا على قبل فليبو 10 دريال. البلد لا تعوض بثمن، وهاد الاحساس هذا غادي تحس به فاش غادي يكون عندك واحد المانع من ما يمكنلكش تدخل البلاد. عاد غادي تحس انه بنتو انا غادي للبلاد، بدا تقول لي البلاد كيما بغات تكون خايبه فيها الخيام، فيها تقول لي كاين اللي تيشفر، كاين اللي شغلو هذاك بنادم، انا تنحبو المغرب، تنحماقو على المغرب، والمغرب مش هما هذاك البروتوكول تاع تهضرو بالانجليزيه وبال يو نو وات ام سين بات برو يس يو ار كيدينغ مي ذيس از سكيري ديك بي تي دبليو في بدو فهمتي. بقى لك بنادم باي دو واي، ما كاينش اخويا باي دو واي، هضر معايا بالعربيه، شلخني في اللغه تاعي ونشلخك في اللغه، لا هضر معايا بتشلحيت سنتشلحيت، لا خويا ما تهضرش كاع معايا ساعه صناعه بتشي. هاد لي كونسيبت ديال الانجليز وهاد الشيء تاع الانجليزيه شغلهم هذاك، هما ثقافتهم يهضروا على هذا الشيء ديال الجينز، ثقافتهم هما تتعلموا في المدرسه بنانه يخشيو فيها العازل الطبي. واش هاد الشيء بغيتينا نقراو حنا في المغرب اصاحبي؟ اش دابا وات ذا فاك اصاحبي، واش مني تكون؟ راه حنا مغرب اصاحبي، راه بلد اسلامي. تخيل معايا حنا ديك الهيبه حمزه صائد الاسود تيرمي الرمح، واه شوف شحال بنادم تعذب على هذا الاسلام باش تجي انت في الاخر تخسر بهذا الحبس هذا. يا المعلم راه الاسلام دازو فيه رسول وفتوحات وحروب، وبنادم كان تيمشي فوق العود تك 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 تيبدا تك 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 وتيبدا تيتقاتل مع الاعداء، وبنادم مسكين كاين اللي بات ليه مو، كاين اللي عطى بالروح تاع قبل الجين ديالو باش تجي انت تربطو، انت تربطو بحال هكا راه ما كاينه معلى العزام. راه لا بان ليا هادشي اللي بان ليا والله اعلم، بان ليا مؤخرا حنا المسلمين ولينا تنخرجوا من الدين، وهذوك ولاو تيدخلوا ليه، راه بعدا هما لا دخلوا ليه تيدخلوا ليه بواحد الصرامه خياليه. حنا ولينا تنهربوا على الدين، ولينا تنزكزاكيو الاخوان واحد الوقيته والله العظيم ما نقولها لك ما تنضحكش فيه والله. دابا كاين توقف عليه تقول لي مثلا عرض لي صوره الاخلاص ما يعرفش، تقول لي عطيني حمل مرات جوج بها الرسول
سميجهم، ثقافتك، دينك، حياتك، هادشي باش نتميزو حنا على بنادم. الثقافة ديال راه أكبر المكاتب العلمية في العالم كانت عربية. العرب حنايا خاصك تكون فخور بأنك عربي أصيل، عندك 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 باك جراوند قبيح، عندك باك جراوند. أجي جيت تهضر مع شي واحد في العرب تهضر انا عربي اصيل، عندنا الشاي، عندنا الثقافه، عندنا الصوامع والجوامع، عندنا الاذان، عندنا الاسلام، عندنا كتاب الله القرآن. عندك ما تهضر مع بنادم تبان مهيب. فلا تتخلوا على ثقافتكم وعلى تقاليدكم، وكونوا دائما في فخر بما انت عليه. فربما انت محظوظ ولكن لا تدري بالحظ الذي انت فيه، ففاقد الشيء لا يعطي، وانما ستحس به عندما تفقده. فويلاه منك يا اخي، تشبث بدينك وبقيمك وباصولك وبما ربك به اباك وامك وعقيدتك وتصيلة. ما نقول لكم يكونوا براود، تنغمس بالمرقة براود، فهمتيني؟ لكن انت تاكل بالفرشيطة والطبيب مثلا من عليك الخبز هانية، ولكن براود. غمس لي داك اللي دام وداك الشيء ميدم وديك الصفورية تتلصقت على الخرقوم، وفاش تتاكل شي كسكسو وتتبدا تمص لي دوك الاصابع بديك البنة الشيء فخور معلم ديك مالك، نتيني بخير مالك. مالك اخويا اش خصك تكون انت كلاس؟ او واش ياكلوا لي كرواسه؟ احسن ماكله في العالم هي ديالنا. تيجيو عندنا لو طاجين، الطاجين علاش صيبات لك امك 4000 مره ولكن ما تعرفش بالحق تاعو؟ ولكن هما علاش يقول لك لو طاجين؟ حيت المولف ديال الموت ياكل مجمد، يجي من الغربه اصلا مصارنو مجمدين، تيشريو بيتزا مجمده، دجاج مجمد، بكثر ما تياكلو هما ولاو جامدين باردين. حنا سخون، المرقه الدجاج الطحميره، قلها بسيبيسه الكوزه، القهوه بالكوزه المسخن، وبنادم تيضرب داك التريت تيولي يجي. ماكلتنا واعر وتقاليدنا واعرين، افتخروا بهم. المهم الدراري هنا المكازات، انتم تيجيو تتصوروا عندنا في جامع الفنهاء، انت شو مصوره حدا الحنش اللي انت تضحك عليه في جامع الفنهاء، ما غيلو كليخ هاد المجلات، يقول غير شي بيمو ديال فرنسا، انتم شوطو طوناس. شكون هي هاد المكازا؟ شوف لي المغاربة مهيبين، شوف هذا ما هذا واقيلا في الخميس، لاقوس الخميس هذا ياك. شوف لي المشاهير تيجيو تيتصوروا في بلادك اللي ما عرفتيش بحقها، يا هاد المنتهي، يا هاد اللي ما عرفتيش قيمة بلاد. شوفوا هما تيجيو تيصوروا على ظهرنا ملايير الدولارات، تيصور تصويرة تيمشي تيبيعها المجلة تاع كوتشي كابانا بملايير الدولارات. شوف معلم، تقدر تحطها في البروفيل ما تجيب لك حتى 3 ليجيم، وصاحبك عباد الله داير لك فالو وما تيجي لك لا جيم. شوفوا معلم اللي عرف حق البلاد ديالنا، تيجيو تياكلوا لنا من الخيرات ديالها وتيتصوروا لنا امام الاقواس. جات جي واحد 5 ديال البنات على وات ذا فاك. شكون هو هذا خونا هذا؟ اول مره تنشوف بنادم لابس الكوستيم على اللحم، ماشي هاد الحبس هذا. فين هو داك القميجه وداك الكرافطه والهيبه؟ فين الكرافطه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربي اتنا في الطوي يا سيدي ربي، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء بنا يا الله العظيم. واش دابا حنا الدراري بالرجاء بنهضر معاكم؟ واش الدراري حنا هي الامه اللي بكى عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيشفع علينا الرسول؟ دابا هذا لابس لي هذا ما عرفتو كومبلي، ما عرفتو انايا بيجامه. لو ستيل ديالهم كلشي ولا تيهضر بعدا بحال الكاتورز. هاد الكاتورز ميكروب دخل عندنا هو مسكين انسان زوين هو هكاك داير، كلشي ولا تيغلط صوتو باش يبان بحال الكاتورز. كاينين شي عيالات الله ياخذ فيكم الحق، ماشي كلهم، كاينين بعض العيالات باش نعاود تبداو تقول بانه اللي صوتو غليظ راه جذاب ومثير. ما فهمتش علاش الاطاره والجذوبيه بالرجوله، كلشي ولا بيهضر بحال الكاتورز. لا حول ولا قوه الا بالله. الفايب ديالهم، الانرجي ديالهم، دونك غنشوفوا شنو كيوجدوا لينا هاد البنات. اشنو هو هذا اللي لابس هذا؟ انا بان ليا ما هو كومبلي مفضفض من التحت، عريان. انا بالنسبه ليا انا عريان، صدرو تيبان واخا ما عندوش، حتى هما جايبين نفس، حتى هما جايبين ازار. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه معلم اش فيك لابس؟ طيب يا خويا انا لابس داكشي على اللحم بالله، وحق الله اخوتي انا الا واحد لقيته كنت لبس سليب فوق منه سروال، عاد تلبس السروال تاعي وحق الرب. دابا هادو ولاو تيبينوا لحمهم عادي، عندهم اللحم تاعهم رخيصه. ستي تيوند ستي تيوند شود اي تيرن اوكي. لابس لي هذيك القلاده. ويل 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 يا المعلم، هذا بعدا بان لي يا اما شي ضالون مسوس ولا شي عكاز. بون جو كومونس افيك نيميرو 1 فرونسي. عاوتاني يا عباد الله، واك واك يا هاد ماكرون يا عباد الله. فرنسا راه عندهم الازمه، وانتم تهضروا لهم بلغتهم تتعاونوهم، وهضروا بالامازيغيه وهضروا بالدارجه الله يعطي يا هاد نار على قوم. انا نحماق شي نار والله، حتى اجي اجي تصوت عليا شي فيزيبل. واي بروتين تتهضروا اخويا بالعلاش؟ عطوني سبب مقنع علاش اخويا تتلصقوا الفرنسي مع العرب. راه ما تبانوش كلاس، راه ما تبانوش كلاس بتاتا اخويا. راه لكن كنتي فرنساوي تهضر بالفرنساوي من حقك. واش الاخوان مؤخرا ولا تنشوفوا الزماكريه تيهضروا باللغه تاعنا، وفرنساوي تيهضر بالدارجه، وبنادم في الشينوا تلقاه تيهضر بالعربيه، وحنا حنا وهما ولاو بولغتنا.
نعيب في زماننا والعيب فينا. والله العظيم باش نجيكم من الاخر واحد قرر. بريزونتو توا. سميتي اميمه والسنينات هادشي باش يقروني الهولي داك هوليوود سماي بنادم تيبيض سنانو وقلبو كحل. انا بالنسبه لي اللهم يكون قلبك بيض وسنانك صفرين ولا هاد الفاكن بنادم ولا تيخسر على راسو بزاف المظاهر. شوفوني انا لابس مزيان انا لابس ماركه غاليه 20 عام اما مامادو مامادو كيفاش مامادو ما فهمتش مامادو اخويا افريقي هادي علاش سمحوا لي 27 عام اما مامادو كنسكن في كازا اما مادو شنو هي اما مادو عاوتاني مامادو شي خدمه جديده ما فراسناش اما مادو تا دواك فين موراي الزهر اوكي نمبر 2 نمبر 2 طلعتك الويل اش بغيت نقول لك ويلي وشويني فيك جي 22 اون اي تو كي مقد حجبان واش دابا هذا يا هذا النماصي جابيت عزمو حليما 2 سي حليما جي 22 اون اي جابيت عزمو فين؟ قولي اختي ازمور جابيت ازمور كيفاش هاد ازمور ما عرفتش بلاد ما عرفتش يعجب هذا انا ساكن في مراكش جابيت مراكش مراكش اخويا ما فهمتش والله ما فهمت ازمور اوكي نمبر 3 ماي نيم از اميمه انا بلاتي نسولكم واحد القضيه هي نورمالمون خسر بلاتي نورمالمون خص المراه اللي تقيم المراه حيت المراه هما اللي معطاهم داكشي تاع الجمال وتلبس واش ولا الراجل هو اللي تيوري المراه كيتلبس اش هاد اش هاد الجي اش هاد الزمان هذا عندي 23 عام اند اي ليف مراكش الله اجي ما معناش مراكش اجي ماشي مراكشي الدريه تاع مراكش تنعرفو اجي والله حتى يعشور قبيل انا ما موديل يا موديل عاود ثاني موديل واش مرموتوش بانه المهن الحرفيه واش دابا داخل عليك بالله الا جات عندك شي بنت وقالت لك انا خياطه واش غادي يبقى فيا الحال ولا جات عندي بنت قالت لي انا مثلا سودوره ولا نجاره ولا راه ما عنديش المشكل انايا واش راه بنخرج مع خدمتها وكاع الدريات بيوليو موديل دابا نشوف اختي هاد الموديل كي دايرين واو راه الا بقينا بحال هكا الدراري راه حنا في خطر الله يرحم لكم الوالدين تهلاو في المهن سباغ نجار قباس راه ما فيهاش العيب هاد الشيء هذا راه هادو بيردوا عيب ما كاينش العيب اسمعيني هذيك اللي بيتي بيلوت وبيتي شيخ من كردستان وبيتي في ابو ظبي عنده ناطحات السحاب لا مال هذاك الصباغ ما راجلش هذاك راه يحبك اكثر من هذاك اللي عنده ناطحات السحاب هذاك راه يمشي يخونك ويزهق عليك وانت همك يفرف واش انت همك في الحلال ولا همك في الفلوس وسمعني هذاك حتى هو اللي بغاها تكون زينه راه الزين هو الفعيل حتى انا ما كرهتش حتى انا مرتي تكون زوينه راه حتى واحد فينا ما كره الزين هو الصراحه خصو يكون شويه الزين ولكن خاصك تجي المليح كرواسون شو زيك كرواسون تاتك اش هاد الصباط هذا الحمر تاع سندريلا اي نمبر 4 اي ام فردوس اور فيروزا اند اي ام فردوس ما تمنيتش على تهضر بالعربيه والله ما كاينه الاخر اند اي ليف ان قنيطره اي ام ا ستودنت اند ان اسبايرينغ موديل وات ذا فاك شنو هاد انسبيرينت موديل عاوتاني كلشي موديل مرحبا اخويا الله يسهل عليكم في هاد الشيء تطموديلو فيه تطموديلو بعضيات نمبر 5 وحق الله هادو كلهم بغيت نلقاهم ما تعرفو حتى يبو المسن والله البطبوط ولا الشهيوات لا ما تعرفش يتكسكس الكسكاس تكسكس هذيك السميده وداك جيتي تقول لي المراه الكوزينه راه المراه فاش تدخل الكوزينه تنحتارم انا كراجل راه ماشي حيد راه المراه تتفرح انا راه عندي واحد الجدات ديما تدخل الكوزينه عزيز على طيب الشهيوات لجدتي بحال الواليده راه عرفتي فاش تطيب لك امك شي مرقه وباك تتعجبو وتتحس امك بواحد الفخر خيالي واش فراسك انت نجوى عندي 20 عام وكتكون في كازا عند امول انت يا موديل مشاو للمهن الحرفيه ما بقاو عندنا مهندسين دابا دخلنا عليكم بالله انا غدا مرض جاتني الزائده الدوديه واش الموديل اللي بتحيدها ليا ضرتني واحد الطرسه تنفخ ليا حنكي فينا هو الدونتيست وفينا هو المهندسين وفينا هما المقاولين وفينا هما الفاك اللي بيهزوا لنا البلاش هاد الموديل هادو واش بغيت بقا تصور ليا اش تلخر هذا ولينا عايشين فيها صاحبي راه ما كاينه معنا صاحبي واه لا هيت صاحبي نايس تو ميت يو اول أويلي أويلي شنو هي في الرجلين لمس بعدا لوك نمبر 1 بات اي ثينك اتس فروم البال ومال البال ومال البال اخويا الزين مال البال انا لبست في البال تاعي البال تيلبسو فيه الرجال مال تشري بياسه حاره ب 10 درهم ولا شريها ب 40 الف ريال اش بغيتي شحال ما شرينا من ديسيات البال تاع دواري زيكي سوق بولا رباح في سيدي يوسف مالك اخويا البال اش البال عيب انا بكثرت ما كنت لبس البال تيقولوا لي البلاوي 100 درهم تشري لك جوج خناشي البال انا تنشري من الماكازا شي عشاني التيكيت الراسي البال شي قالوا شي ضحكوا عليا اي كان فيل ات ياك اتس البال فايب Yes, that's correct. Yes, and I like it. It's the ball or the vibe. I'm vibrating the shinar. Allah, tajin vibri bil. So much. Thank you. هضري لي شويه على السيل ديالك اون جينيرال ملي كنتقبح حوايج كتعجبني البياسات كنلبسها
قال لك اختي هضري لنا على الستيل صافي جي غوشه تلبسي التريكوات عز عليك دوك الصوفات حكيم مثلي قلت له بلي خلاها في العاون عز عليك السراول عز عليك السيرفيسات ماشي انا عز علي حوايج حتى نلبسو اي جاست ماتش تراري وحق الله ما قدرت نركز مع هاد الموسيقى تاع الماساج تاع الصبا وحق الاله الراس قرات تديستراكتيني لواحد الدرجه ما واش هاد الموسيقى جاتكم عاديه الله يرحم لكم الوالدين gives a style on its own I believe اوكي انا تو بي اونست ويت رياكت يا اخويا ما قدرت هاد الاغنيه والله بزاف من هاد الخمسه ديال الصبابط نمبر 1 فور مي اتس تشيري ذا وان نمبر شنو تشيري تراري 4 اضرب العربيه الله يخليك بالخلا and I like the number 5 عطاتني الانرجي ديال الثمانينات like 80s vibe it's so cool it's giving me the Kendall Jenner out of duty look and it's super nice عجبني بزاف دابا 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 بتعول عليه يسلخ لك خناشي تسيمه هضره على بدل لك هي بوطه في الدار ما تقولها لحد هضره البوطه مالي شي هادو هو داك النوع ديال البوطه ولا الروبين شي حلو بجوج الصبيعه باش ما يهزش الجراتي او ماي جاد اي لايك ذا فايب اي تشي سكيليني فين فين جينيني فيفر او ذيس از بارفيوم فروم ليدي غاغا او واو دايم جيرل ذيس از هات وصل لينا اللي ما يحشم طفو على جيل كيدير الله يخليك بالخلايا ديال الاخ بزاف ابخي ذات اي دون لايك هو نمبر 2 هذا داك البرود كان تاع صحاب الميطال شي بسبب البولفوار شي عسف عشان هذا العسف عليك عشان جي العسف عليك بهذا الصباط وديما انا تيعسفوا عليا في الطوبيس بهذا الصباط الله يعلم الا صباع رجليك شي غوت وبرا the shoes are so basic if I need to send someone's home شكون خاص نخرجها تنيليمينيها شو الخاتم وشو الصبيعات مقادتين والطفيرات وبيتيكيغ مينيكيغ الله الله عندي بزاف الحموريه وطفك عاد شت سروالو واش ولا واد السرا ولادو في لامو تيجف بهم الارض انا ولكن تلبس بحال تقول لي موش بيتجف في الارض وفي راسك عشيري انا واحد لقيتها تنخرج كنت تلبس دوك السرا وطلع بابا هكا دوك اللي فيهم ديك اللعيبه هكا عاد تقول لي امي واش خاري سروال كثر ما تقول لي هكاك مابقيتش تلبسو واش هادشي ولا ستيل كلهم زوينين ولكن بزاف الحموري عرا نو ويتش وان شاري تيك اوف ولكن كلشي زوين سو ام غانا اسك انا اسك نمبر 2 ام سوري ام سوري ما عندي ما نجي لك فاش بغيتي نبرد سمي اخويا واش انا تطق ليا شي عرق سمح ليا سمح ليا اخويا سمح ليا لا ما نضربوك اخويا انت جامد نحقرو عليك خرجي اختي نشوفوك كي دايره الو شي ز بلاس مارو الله اكبر يا متوقع هادشي يخرج كامل ما توقعتش هادشي يخرج كامل كثير هادشي على الرياكسيون صراحه كنت تاخذ لنا الوقت تبارك الله يا المعلم Nice to see you. And I love your style. Oh, thank you. I think the floral and the black and the accessories. Hi. Bye-bye. الدرية تبارك الله مزيانة. أنا ظريفة ما نعيبوهاش. الستيل ديالي هذا الله يسهل عليه. So. هو الصراحة تبان الدري مدربكة واحد شوية في صالة ماشي خميرية في صالة خميرة هاجي كاينة خميرية رقيقة خميرة تبارك الله هاجي واكلة رزقة وقلبها بارد هاجي هانية هاجي فهمتي والله ما تخونك برا دونك إلا هضرنا على الثقافة ديال الموديلينغ في المغرب ديما كنشوفو سكيني جيرلز ولا كيكونو عندهم ديزيكجيزونس باغ كونت شنيا سكيني عاوتاني سكيني في ماركة الحوايج ما فراسناش شنو سكيني جيرلز أنا نعرف غير حنا ما كنلقاوش بلاس سايز مودلز هو الصراحة شوف انا بعدا عزيز عليا بحال هاد النوع البنات هكا يكون ماشي عزيز عليا ولكن هاد البنات بحال هكا زعما حتى هما راه عاجز زعما تكون تقدر الدريات تيكونوا حنانات والله شادات تكون تلقى بحال هكا هزه شويه وتبارك الله باندا دبدوبه والله اخواتي يكونوا حنانات بالله وتتكون تعرف تطيب والله العظيم والله حتى تكون تعرفوا شي بواد الدريات بالله تكون حنينه فهمتيني انا جوج باغي غير ما محتاجش المخده تقدر تنعسلي على كرشه على دراها بحال هكا اجي تعطيك الحنان والله تعطيك الحنان تكون ظريفه والله العظيم تخو غارمون باش ناس سكيني زعما قالت لك الدريات الرقاق ياك يا الصراحه هذيك لا جوب محترمه هي راسها انا بالنسبه ليا مانيش نعيب حيت السيده لابسه هاد لا جوب هاد لا جوب انسبيري من داك الزيف ديال حياتي الدريه دايره مقاله محترمه خاصها هي الحجاب اما الدريه ناضيه صراحه ما فيها مسكينه والو بالرجوع الله يعمر هذا بروميير فوا دونك شحال خصنا ديال الوقت باش يلاه نشوفوا والصراحه بي بي دبليو في تنشوفهم في الخارج تنشوف عارضين ازياء فيهم البرص زعما عندهم عادي في الخارج حنا باقي عندنا ديك الثقافه تاع تشوف شي واحد هكا عامر واكل رزق وتقول ليه هو الغليظ شغلك حنا عندنا ديما بعد ما تجي
هو الرقيق هو الغليظ هو اللي هو اللي وداك اللي معيبك هو العيب فيه اكثر منك الشبكه تاع العيب الغربه اللي ابو عيون كبار حنا ديما بحال هكا نجيني بزاف ديال السايزز حيت اي واحد هي الا جيتي تشوفها هي المعلم راه شي هز اللحم وشي هز اللحم بو ريبريزونتي اون تونو بو ريبريزونتي واحد لو ستيل ف ديفرنت سايزز. Maintenant round 2 I'm gonna judge قبيله تجي نص بابط دابا ندوز الدراري واش باقي تسمع هاد الموسيقى اللي تنزل اقول شي على الموسيقى شي هاد الفيديو هذا اللي ما خليت نطرش فيه الحدار هو الموسيقى موسيقى بعدا تختارت بعنايه فهمتيني نزول السراول ابخي غندوزو الفوق نزل فوق لا لا يا المعلم ماشي فيه الفوق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبا لك ولامثالك ايها اللعين هاد اون فا باسي ايتاب باغ ايتاب سو ناو فور ذا شوز اند ذا بانت تيقع دوك الرجال تلقى عندهم داك الموستاج نقاطي فيهم الشك هذا ما يمكنش نخلي الحياه تاعي منقطه بحال هكا عدويه خصها تكون مهيبه وغليظه وخليها تزغ باش ولا الحياه كيمسخه صراحه نمبر 1 عجبني لو ميلونج شوف باقي تخلط لونغلي مع الفرنسي مع العربيه انا غادي نتسبون غندير لك ناروتو الصراف المتعدد وغادي نتسبون عندك ولا داك الجوجيتسو تاع داك مدارا وغادي نتسبون عندك في هذا الفيديو هذا نتفهم ديال ليذر جاكيت ليذر ويز ذا دينيم سكيرت والله ما فهمتش يا سكيرت سكيرت نسمعنا في الراب تيقولها سميتو داك كيندريك حمار وكثر في سكوت سكيرت تنسمع تيقولها بيرنا بوي وتيقولها في التراكات ديال فيوتر ويز خليفه كيف سكيرت اول بوتس لايك ذيس سانتياغو بوتس نمبر 2 عجبني الميلونج فيكتور وطفاك على سروه سروه الميكا تنقولهم انا ديما سروه الميكا والله ما نلبس انا السروه واخا تعطي ليا في سبيل الله دابا هذا الستيل هذا هو الستيل شويه ديال لاشميز ديال السو فيكتوريان ستايل صبات نمبر 3 اي لاف ذا بانت كلاسيك وان ويز ذا تشيري ولكن ما عرفتش لبسات هذه السروه هذاك هذاك هذا السروال بعدا تاع دوك تكون خدامين في البنكه بعدا 100% ولا في الادارات هذا ماشي ستيل هذا راه سروات الخدمه جايه به هذا الكونسيبت هذا ماشي ستيل بعدا هذا ما عمره كان ستيل هذا سروات الخدمه هذا تخشات مع وقلا غلطوا فيها ولا شي واي تشو شانجي مون ايماج هذاك السباط حرمتيني لي اي واز لايك هافين سو ماتش فان اول از جون يو غانا نو يو غانا نو واي اوكي اند نمبر 4 شي از جيفين مي ذيس بالانسياغا فايب She knows. الله واحدة لابسة سروال تاع 20 درهم رطاوة بالانسياغا بالانسياغا تشي لبسها هذاك كاين ويست لامارتا سميتو رطاوة ستيل علاش شراتو من الباليبو عند الفرانك هذا والله إلا سلعت 1000 فرانك 20 درهم شي البال باش مليح لابسة سبرجلة ب 20 درهم وسروال تتبان مستيلية عليه هو اللي لابس هذاك الكوستيوم ب 40 ألف مليار مليون. She knows what she's doing. She's giving me the Balenciaga vibe. سو واحد القضية الله يرحم لكم الوالدين انا جاني مول هذا الكونسيبت تاع الصوت وكواليس عندهم نفس لي زيدي دابا تخيل معايا انت تيجي يجيك بنادم على حوايج راه تيقول لك المثل لا تحكم على الكتاب من غلافه دابا اش خدا لي انت راه شفتيني مثلا لابس شي حوايج وجيجيتين نورمالمون بنادم سمول مايند ديسكاس ويرز جريت مايندز ديسكاس ايديا هذا هو الفرق بيني وبينهم انا العزيز علي نعرف اش الخبايا تاع الراس اللي عندك اش فيه هادو مع عقلهم فيه الاخرى تيمشيو مع الحوايج ومالوريزمون المجتمع تاعنا في 2024 تيمشي كلشي مع الحوايج سو نمبر 1 واش هادي سكيرت ياك اشنا هي هاد سكيرت الله يرحم لكم اشنا هي السكيرت انا نعرف هي السكيرت يا رب سكيرت هي ميني جيب اتس سكيرت نايس قول اخويا صايا ولا قول بيرميدا انت قايل لنا سكيرت علاش لبستي هاد الريد اند الدينم هذاك اخويا حنا ما تنقولوش فينوم حنا تنقولوا دم الخزاعي زعما وات از يور فايب بيهايند ذيس اتس مور لايك فينتج صراحه شنو هي فينتج هي اريز فينتجي حتى هي من البال لا جوب كلشي من البال نو فاكين واي كلشي نو فاكين واش هي كي تعجب ناري خدنا لابسه من البال او ماي جاد او شيت وات ذا فاك از هابيني واش البال زعما عيب تي من البال هاني هاني اخ ذيس از سو نايس اند نمبر 2 علاش هذاك السروال ديال الكوير هذاك السروال الميكا هذاك والله الا عشت وشفت راجل تيلبس العيالات لا حول ولا قوة الا بالله انا شوف مرة وحدة اللي لبستني في حياتي هي امي الله يخليها ليا بدات تلبس لي قميجة تسد لي ديك الصدفة تعقد عليا على عنقي تخنقني بها ولكن كنت فرحان تلبس صالوبيت تشري لي مسكينة الصالوبيت ديك الساعة حنا ما كناش نديرو الحزام كنا تنديرو الصالوبيت انت مول الخير فين هو دابا الصالوبيت تلبسو تيقول لك تتشبل سميت هذاك الكلو تيقول لك انت هو مستربي والله العظيم الصالوبيت دوزتو اللي ما دوز الصالوبيت ما دوز والو اختي كوم bring this style here but like it's stylish for me it is stylish for yeah me. it's stylish
stylish for me. Anas, but it feels like حشي كرواسنز الفرومواز. لا حول ولا قوة إلا فرومواز ديال اللحم. Love it. I love it. I love it. And number three. Yes. ما كيخجلك السروال؟ ما عجبكش؟ ما عجبنيش. اوكي او الصراحه هاد السروه تاع اصحاب السونتر دابيل بالرجول سي فري ثانك يو دابا شنو كتبيعي لي الصوت واش هو عاد باش درتي قدر لي من هذا باش نشوف شنو لابسه ليش هاد السيد ما كاش كاع تقول هاد الهضره انا قلتها للبني ويرد هادشي بالرجول عجيب والله ما البنيته الاولى البنيته حيت شفت ذا هول فيت مي جات دوغ دي اكسسوار شو مي ذا رين ناري قاس لي اي جهه اش هاد المسخ هذا اش هاد الشيء هذا واش عطاتك الايد نقيس لي اي جهه اش هاد المسخ وات ذا فاك ما ذا فاك واش تعلى مسخ اللي ولا الراجل تيقيس لي الجمره بحال هكا بهذه الطريقه هادي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم نعاركم الله الى يوم الدين ماشي زماتش اند نيلز قد الشيء يس لي ان سمثين ايلس ذات يو غانا سي شنو اليمينيك زين اند نمبر 4 شيز جيفين مي ذا كول اوف دوتي هذا واقيلا شي ياكل لوبيا بزاف ياك عاد اخكت منها ملي نقاس لها التاب جيك الطريقة تاع هكا هاد عزيزة عليه اللوبيا تاكل اللوبيا بزاف طالع عاد بحال شي هذاك سوبر مارو giving a break from working the whole week I like this energy واش هذا هو اللي تسب مات تيزي دروس واش هذا هو اللي تسب مات تيزي دروس عاد عقلت على هاد خونا هاد اللي غنقدر ندير ليها الباب غادي تكون مولات السروال اللي مخطط تاع السونتر دابيل ولست بدجال ولست بساحر It's so difficult. واش هي ديك الصنطات الكاراتي اللي معلق؟ واش هذا؟ نمبر 3 فيروز ياك؟ واو لبس الابيض ما بغيتش شيز نو جيف مي ناري كي تيتعانقو عباد الله انا ما عمري عندك شي بنت بحال هكا اش هاد المسخ هذا ويلي عباد الله لا ويلي ويلي امي تتفرج فيا والله امي ما تشوفي قسما بالله امي الا راه هما راه انا ما 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 امي ناري تشوفني امي تتفرج في هادشي هذا بيمشي عقلها بعيد انا امي راه بلجيه تقول لي تتفرج في شي حاجه ماشي هي هذيك تتفرج في الكلام الخايب وحق الله ويلي عباد الله ولي تنتفرجوا في التعانق وهادشي ولا عادي عندنا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ناري كيعنقها شتي كي كيجرها عنده شتي تحس عليها ناري لا تعنيكا ما عمرش واحد عنقني بهاد الطريقة جات عا بنتي عندك بحال وات ذا فاك شت تعنيكا هادي هادي ماشي تعنيكا تاع هنا هادي نورمالمون بعدا تمشي بيع عنقك تيقول لك بحال هكا زيد عنقني هكا وتيجري هاد الحركة هادي ولكن باش تجلا بحال هكا تتخشيها من تحت لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ناري بزها وات ذا فاك لابيز عندك وصافي نتوما راه جوج تا اخويا بقى لكم تتيحوا العقد راه درتو كلشي عنقتيها وبستيها ما خليتي والو اخويا خصنا نكتبوا لها هذا خصهم يتزوجوا هاد اي مين ناري انا مسخ هادشي والله الا انا مسخ يس 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 ميت فوالا باش يشوفوك مزيان مي كام هير كام هير كام هير ويز ذا كاميرا اتس اول اوفر ذا بليس سي وشنو هو ديك الحزام تاع التقشيطه اللي دايره ستيل جو ريغريت جادور لو كورسيت ذا كورسيت ذيس از ليترلي مي ذا اوتفيت از مي يو ميد ذيس نو 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 اي مين اي ستايلد ات باي ماي سيلف السلام عليكم واش حنا في المغرب واش هادي قناه انجليزيه هالو جايز دو يو سي مي الو بليز كان يو سبيك دارجه عربيك بليز جيف مي واتر بليز عربي اخويا عربي واخويا اوكي هاد الحموم هذا تيدوي بال بيتان سي ترو بو سكو تشي ميرسي لي بيرلز الكرافاته في العنق جايز زوم اون ما تقيسهاش تما يا هاد الحمار ديس شكون تتعوج عندنا دابا تجي لنا الاطاره الجنسي راه دابا بلاتي دابا بالله عليك دابا حنا بحال خرج رمضان وهادي تبدل واش اخويا ما فهمتش راه تجي الذنوب راه تجي الذنوب راه حنا ضعاف راه الدراري ضعاف يا سيدي ربي علاش شفتيني غلط راه ها هما السبب ماشي انا شو كيشي قيسها وفرحانه صافي عندك هاس انت ويا الضطر وتجيرو داكشي اللي ما مزيانش الكلام الخايب Nice from where? Oh, nice. Are we gonna work for sure, madame? I'm sorry for. Nick. It's okay. I'm a fan of your work. Thank you. Mwah. Oh yeah, Ashraf. Oh yeah.
تحيه ديك الدريه غليظه اللي دازت، ديك الدريه انا اللي غليظ في دماغي والله العظيم. بعدا تسلمات معايا بليجين ما دارش لي هاد المسخ هذا الشيء، كيجوج مسكينه ديك السيده معاه وهادي حد رقي وقا وكذا وبدا شي عندك فيها. دابا هو يشوفو حنا ما نشوف شي على طار جليد كي دايره شي باش شي علاش حنا ما نشوفوش اخويا صافي. دونك دابا بقاو معنا 3 ناري وحده تبان كرشها ايا واش تريكوات مقزبين ولا فلام وداش تريكو مقزب هذا نصاصي. ان اي نيد تو نصيفط وحده اليمينيها اند فروم ذا لوك نمبر 1 شي از روكين ذا ستيج افيك لوك. شاتي هربه مسكويد جيم لابسه الخضر عاد بعدا هاد اللوسطانيه اخويا صيفطها في حالات هادي يلاه بدات تتعلم السيل هادي شوف هادي الدريسه ساكنه في تماره يلاه تاصطلات في الرباط 100% باش نجيكم من الاخر. وتحيه للناس تاع تماره ما عنديش مشكل مع شي واحد انا راه تي قال لي عقلي تنقولها كورسيو اون شوميز من التحت ولا شنو هي هادي يس سوبر نايس لو كورسي افيك لا شميز ذيس از سوبر دوب سوبر فينتيجي. سمعتيش قالها سوبر دوغ سوبر دوغ هي قالها زعما داكشي بحال الكلاب عالم. And number 2, j'adore la chemise Victorian, but it's too casual. We طلعت القضيه الفوق طيب البال بعدا راه بحال البال هاد الساعه هادي باور اوف بالا يا المعلم درفتيني صيفط نمبر 2 نمبر 4 شحال كانت نمبر 4 بقى في الحال صيفطها حنت تفليتي عليا حيت هاديك عندك حتى وبستيها وهاديك بغيتي تير مع داكشي اللي ما مزيانش يا الكنس يا الحرايمي فيكتوريان ستايل قلت صافي دي غد هتصدمني ساعه صدمتيني نيس ما جادوغ تاع الشميز منين خديتيها. I made it. You made it? Yes. Oh my god! لا حول ولا قوه الله عطاك التفاحه هادي باش يكون صوتك غليظ مهيب بحال تاع الكاتورز باش في الاخر تضحكها في راسك بحال هكا. Oh my god! بلحيتك بزغبك. Can I? Nice. She made it, guys. I love it. That's so cool. كيجي قيس فيهم عادي. And number 3. Yes, hunty. Yeah, I like this style. She's so like, je vais le répéter, it's so giving me the 80s, the off duty look, and I like it so much. So, number 1. اجي راه ما فهمت والو في هاد الشيء هذا سير الله يعطيك يتلا انت ولا اللي علمك هاد لونجلي تاعك. اجي راه ماشي لونجلي، اجي لونجلي، لونجلي كونجلي. في الكونجيلاتور شرح لي اكزاكتومون بلي بلي هادشي كامل انشوف يدك الاخرى صباعك ما قلت اجي هي المراكشية ياك ما قالتليش الله انسبيراسيون سي كو ليدي اكزاكتومون هاد اللبسه ديالك اجي انسبيراسيون شنو استهدفت التعليم والله الا هما كانوا شي لبسوا بحال هكا وغالبية تلقاهم اساسي ذات الفرنسي تلقاهم بخوزعات وشعرهم تيكون منتوف انا هكا مرات الفرنسي كتقرني بعدا باقي تنعقل في بني عباد لابسه خوت هاد الحماق هذا تلقاهم لابسين بحال هاد السبيد هذا كما قلت لك قبل there isn't any idea it just غير mix and match yes mix and match all the time على حسب المورال yeah thank you and thank you too I think you are so casual old money look yes that's what I'm trying to do yes very old money اجي بعدا ديك الاولى والثالثه يا بلاويين وباخر عايشين الحياه باش تعرفوا راه الحوايج البار هو اللي مهيب البار I'm just vibing with the vibe. كلشي ولا بيفايبي كلشي ولا بيفيبري اخويا انا ما بغيت نفايبي ما بغيت نفيبري انا مرتاح في ماي سيلف I am good I am alone and I am good I don't need to vibe with anyone I vibe with I vibe with my mom I vibe with myself when I'm toilet taking shit I'm vibing with when I doing cleaning the dish I vibe with my father when he hit me with the ceinture I vibe with my swing and I vibe with Kukab of Marrakesh and with my city. This is my vibe. Yeah. We'll golf later on. Woo! Oh, number 3. شنو هاد اللبسه؟ شرحي لي علاش لبستها. واش دابا طرق ولا ستيل سيري كولي واحد شويه نورمالمون هذوك الشرفات هكا تجي يقول هذوك العيالات القدام ويلي علاش حمومه كي دايره او لو كروب اي كومفورتابل يس و جادور تو سكي ليجي اه جنتي
خفيفه نيت اخويا اجي تكون غادي معاه في الزنقه وتشير على البرد خفيفه بزاف انا قلت غادي تشير الوسطانيه ولست بساحر ولست بدجال سمع انا جبنا عاود نجيب لكم في التمام اللي غادي نسنديها هوم علاش حيت اختنا لابسه تقاشر هو ما عجيش عليه التقاشر باش تعرفوا عبد حمدان فاهم في هذا الشيء تفضل ام سوري نمبر 2 والله حتى قلت عليكم بالله شو انا اللي كاين انا اللي كاين حيت فليتي عليه كنفهموا في كل شيء في الماكله في الفيتنس في الموديل في الحوايج حمدك يا رب قبول من عند الله هذا قبول عطاه لينا الله اخويا فلاح ما قبول قبول من عند الله اخويا ناري عاودتني على النكهه Happy to see you. Oh my gosh, she's the cover magazine for Marie Claire, guys. She's the model who did the Marie Claire magazine, baby. واش دابا هادشي موديل وانا لا الاخوان واش دابا هادشي موديل وانا لا دخلنا عليكم بالله شوفوا معايا بالك راك زرفتيني داك التريكوت الكاشمير الهضره من بعد ترجعوا لمراكش ونهضروا في الموضوع والله تجي لمراكش نتلاقى معك لا ما نتلاقاش معك ما نجي ما ندير بك هو اللي تجي عندنا هضره لمراكش مراكش قلتوا لي مراكش اخويا سير لكازا سير اخويا عطا الله البلادات العالم سير اخويا لبوركينا فاسو سير اخويا الجزيره الوقواق سير اخويا في عائلتك سير ما بغيناكش اخويا تجي لمراكش سير يس فو نو دونت وري See you. Bye bye. Oh, il est le beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est le bled. Je m'attendais pas à ça. Wow. تخيلوا معايا المتسابقات الاخرين من البال دراري تسابقات البال واي واحد تلبس من البال تحية ليك البال يفوز في المناسبة صافي سلام دبليو شي البال دبليو البال دبليو شوف البال وصل للفينال عشيري بالرجولة دبليو بال البنات بقاو ليا جوج البنات سو خاص يخرجوا بجوج بيهم وغنعزل وحدة فيهم فاس فاس دونك لي دو في انا قلت لي هادي التافه هذا البرنامج هي مولات الخضر حيد عيامي يقول لي غنقول لكم علاش بيستي مولات الخضر باش يقيس ليها كرشه حيد عليا انا الاخرى لابسه داك الحي لابسه داك التريكو ديال ما عرفش داكشي ديال الجلد ما كاين فين يقيسها وما يعنقهاش عقلوا على هادي يعنق مولات الخضر وما غاديش يعنق الاخرى عقلوا على لابسه داك الصباط تاع اساتذه الفرنسا كام اوت ماي كيدز كام اوت ماي تشيلدرن واو امني شويه تتامل في البنات واو 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 واش ما عمرك شتي الزين او لوك ات ذيس بيوتي اجي وقف هنايا شو ذا شو 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 ذيس ناري هاد المرات الخضر باينه هادو تكونو تيعمرو في البيار ناري 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 اختنا واعره عليها هادو تكونو تيعمرو في البيار هاديك المرات الخضر تيعمرو في البيار وعزيز عليهم يركبو في التيماكسات ويجرو التيك توك هو اللي المرات الفرنسي طلعت واعره هادي بعدا تقدر نشوفها موديل واعره هي الاخرى حتى هي بنت الحرام مسمومه الصراحه هاديك الكريشه مجموعه ترى الرجوله خادمه كرشها بنت نتلخ واخا الله عندها واحد الشوفات قتالي باقي شوي فيا الله يرحمك هو يجي باقي شوي فيا عرفت الله Oh my god, they're so stylish. I mean, the off-duty look, I can see this, but this is...
والله الا واعره بالله عندنا شي زين في المغرب والله الا عندنا الزين بالله شوف معايا هذا الزين هذا وشوف معايا هذيك شعره مخبل بحال داك القمح اللي تيكون في الحقول والجسم ديالها معلم صمر في هذاك اللون الموسخ البني القهوي تاع ستورمي وتاع البرازيل داك القهوي اللي تيكون فاتح زوين وشوف معايا دوك لي جيجين وشوف معايا هذا الجمال ودوك الاسنان مرتبه كالكتب في الرف معلم وشوف معايا هذه الهيبه الوقوف وداك الجين شوف معايا هذا الخضر واو واو يا المال عجبني بزاف الشعر هادي راه جويه بعدا باين 100% يس هذاك شعرك ولا باروكه باروكه سي فري شنو باروكه زعما دايره بيريك ريلي يا واو اي ثينك اتس ريلي واتس هير الشعر ديالها واش خطنا قرعه وضفك طلعت خطنا قرعه لا حول ولا قوه الا بالله اش بينا وبيك اختي شكرناك سيري في حالتك الله يرحمك وضفك قرعه والله الا قرعه اختنا بالله لا حول ولا قوه شي اللي جرب على الستيل شي حماقه بغيت تبعين الستيل نايس تخوفو نايس بالروج ولا ما حيدتش هذيك البيريك بيطلع الفيديو حامض انا كمقبله كنجاجي فيكم على الباس ديالكم تما شنو عندها باقي راس الطلعيه هذيك الصليه تاع اندرو تيت مكبله هذيك في الباس ديالي نو اي لاف ات اي لاف ات ثانك يو اي وود وير ذس اس زيما زيما فان انا فان يو لايك ايفرثين اي وير نايس دونك جي واحد كيسيون سافج هاد البنت هادي والله والله العظيم 21 هامج 21 هامج هادي شي واحد شوفات فيها هامجين والله 21 هامج والله كل واحده فيكم شنو الحاجه كتبرزتك في الفيزيك ديالك اللي ما كرهتيش تبدليها ولا شي حاجه كيتوديرونج كتبرزتني ولكن ما غنبدلهاش شعرك شعرك ابيريك ماي وايت شولدرز اي هاف وايت شولدرز وات اي دو هاف وايت شولدرز راه ات سبوز تو هاف وايت شولدرز از ا مودل لا لا ار نوت سو وايت كسفك مزيانين دا كيهزو غاكارد لابسه مزيان لي مونتي سا طوم سوبر بيان انا كيفاش تقول لكن ولكن كيفاش تبدلو غنجروهم يو كان نوت تشينج ذيس اند يو كيعجبني كلشي في راسي ناري علاش يعجبني كلشي في راسي صراحه مزيانه الثقه في النفس ديك لا كونديفيونساليتي مزيانه ولكن الصراحه الدريه ديالها بحال شي قوري راه ما عادياش عرفتي راه بنت القريب بنت العروبيه والله هادي ما عادياش دوك البنات العروبيه ولا بنات الجبل تلقى فيهم واحد الزين بحال هكا والله تلقاو بحال الله العظيم زوينات علاش حيت الجمال طبيعي تلقى هذا العكر الفاسي عندهم كلشي طبيعي ماشي بحال هادو بيو ما كتشربوا من البقر هادي زوينات الدريات سوري نوت سوري alright so now I need to choose one of the girls the girl that I'm going to choose is شوف مرات الخضر هي اللي بدات تربح على والله وما ربحت انا ما راجل حيت الاخرى قالت لي بيريك شقاتها her she's super stylish I love the hair انا شوكت زقلتها بالشعر بزاف she's giving me the vibe ديال black people american black people back on the day and she's so inspiring انا شو شوكي ان هذا بيروك انا ماشي شعري مي فريمون دير عافاك حيدي البيروك الله يرحميك الوالد تيش بو اي تي ترو ترو بيل تي ترو سي ترو بيل سو ار يو تخيلوا معايا اللباس الفرنسي البالتي يربح تحيه للاساتذه الفرنسي اللي قراني شكرا لك استاذ المريني على عقلتي عليا ولكن الباب I'm taking her as a model today. So pose, honey, work for me, give me, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الأعمال الشيطانية هذو. That's super cool. دايوغ كنشكر بزاف صوت حيت فريمون تعرفت على بنات زوينين أول مرة كنشوفهم. أه المسخ هذا. عندي اليوم تعرفت على واحد بلاس سايز مارول غنقدر نخدم معاه دون لافنيغ. عندي واحد تبارك الله عليك أختي والله لا بي بي دبليو تعلمتها. أفرو جيرل اللي زوينة بزاف وعندي واحد داركنس كوين إتسيلف. دونك ميرسي بوكو هاد البنات. They are already my friends. عقلوا عليها جيت تعانقوا كلهم في الأخر. انت تفرج لا عندكم فريزل صوت ولكن هاد لي 3 مانكان سي نوفي ديكوفيرت بور موا انا ام سو اكسايتد تو ورك وذ ذم اول سو ثانك يو سو ماتش فور كامين واش دابا اجي بنت جوج باع عباد الله واش دابا اجي عباد الله بنت جوج باع تعتني بيا واش هادشي فين هما العيال اللي بيطيبوا لي المسمن والطاجين وفين هي توجد لي فوتي ندخل للدوش وفين هي المراه الفطار انا بيت فرع فطار انا عباد الله بيت مرات الله فيا بيت تطيب لي الشيوات ماشي بقى بلا ضفارها مطوله وبحال شي باكيره ولا دوك النمر بيت قمشيني انت يا احلى مدابزين في الغابه
طرزان والشعر والشامبانات والدراري مساكين تلقى عندهم شامبان واحد في الدوش مشطه كل حاجه والبنات 40 شامبوان 50 صابونه 40 ميك اب هذا تيحيد القشره هذا تيحيد الجلد هذا تيحيد لي بوافغو روج هذا لي بوافغو نوار هذا تاع تطب لك الشعر هذا زيت البلسم هذا تينوض لك لي بوالو تحت طبقك انا اول سؤال تنسول المراه واش تعرفي تجري المسمن وتصيب الدجاج المحمر عشان المسمن عزيز عليا والدجاج المحمر واتاي صافي انا كنت المراه تعرف تجري هادشي نتشوج بها انا And I love you. Alors maintenant, deux autres étapes. Je vais commencer avec Soul's Home. Je vais commencer avec Soul's Home. Donc je vais commencer avec Fairouz. I have a spicy question. Tell me. Spicy questions. Al-Har. Sauce Algérie. Je suis une célébrité que vous ne pourriez pas travailler avec. Dans le Maghreb? Dans le Maghreb, oui. تيزي دروس نيريش قال لك اخا تيزي دروس لا مرضى خويا تيزي دروس اسبك هذا الدراري واش شيتو عليه الدراري نالا الدراري قال تيزي دروس والله ما راش اخا تيزي دروس وما لحتي على شي ديس تراك بالله نحركو على الراب المغرب كشي اكسكلوسيف صراحه اتس ديفيكولت كويشن مي كان عندي دوز اكسبيريونس ما عجبنيش بزاف والله ما كرهت نوقف قدام شي امام ونسولو على العقيده والاسلام ونقول لي عاود لي شي قصه نستافد منها نسول اهل العلم نتعلم اشنا هو الممثل اللي ما عادش تخدم ولا هو الممثل اش بي في دوني بجوج هاد الاسئله العابطه العباطيه العميقه اللي ما عندهاش نو فاكين سنس ما عندهاش سونسيبيليتي هاد الاسئله مال هاد الممثلين اللي خدعا دايرينهم في التلفازه والله الا يخدعا بالله خادعيننا بهم نفس الممثلين تنشوفهم كل عام واش دابا انا ما نستحقش نمثل اش ما جيبوا لنا الشباب مساكن شو هاد الزين هذا واش تلقاو شي مسلسل مراكش وراه خرا الضلط عيطوا على فريكوس عيطوا لنا على الدراري مراكشي ناني انا نخدم لك شحال هو تيخدم لك 50 مليون انا عطيني 10 يلا ونخدم لك انت تما تنبات انا في التلفازه دو شونتوز مغربيات اللي عمري ما غنخدم معاهم ولكن جو با مونسيوني السميه ديالهم ولكن غير جوج مغنيات مغربيات وحده ما معروفاش كيعرفوها غير صحابات لا لا دابا تكراشا مع المهم كتغني صحابات ولا يكسف ولا يبالي غير صحابات توكسيك هاد والله الا توكسيك وزاتها وداكشي كتصنتو ليها وحده ما خدمش معاها بصح وقول لنا السميات شي واز سو ديسريسبكتفول اند رود اوكي هادو ديجا خدمتي معاهم وما بغيتيش تعاود معاهم صافي سي سيتي تري مال بوني صافي هي ساد وهي ساد يس صح حرام جاوب بذكاء تهرب من السؤال ما قال لنا شكون هما هاد المغنيين وغالبا عاد نقول لكم شكون هما المغنيات اللي قال لك غادي يكون معنا على واش قال مغني بعدا ولا مغنيه فتاه ياك فتيات غيكون واقيلا معنا على رجاء بالامير ياك باينه and now since تبدات الموضوع انا like I want to know the names tell me the names كاينه بنت مراكش بنت بلادي tell me the names لا ما نقدرش نقول names to keep it like more professional initials لا ما تقدرش شي حشم وتيجي ليه تي بحال هكا لا حول ولا قوه كيوتنس والله الا الكيوتنس الاخر ديال الكيوتنس هادشي مواصفات وي اصلا مواصفات ولا الفيديو كليب كلشي غنقول غير كاين وحده غتعرف سميت الاغنيه هاي غتبان شي نوز او ماي جاد صافي اسك مي ريل كويشن دابا سوليني سؤال جد ذا واز ا ريل منال كويشن ايوا صافي ضربك الضو ضربك صافي الزكري واحد حليمة ليدر شنو هو القائد ديالي انا والرسول صلى الله عليه القدوه تاعي في الحال ليدر ليدر سميت شيبس بدريم عند مول الحانوت قال لي ليدر ولا تيلي يجي راسو قال لي ليدر تيلي يجي انت اختي انا ما محسوبش عليا انا هذا الانسان انا اختي عندي قواعدي وعندي الانسان اللي تنحب في الحياه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم القدوه تاعي في الحياه هو بوم السلام عليكم ما تجيب حتى شي واحد من غير الرسول ومن غير والديه قال لي ليدر هذا الشيء اللي كاينو عاش الملك الملك تاعنا هو ليدر الحقيقي السلام عليكم عاش الملك ليدر واحد تلبس لي بانوار طول ليدر اش هذا بيلبسني سليبان ولا بيلبسني تريكو فيه مخي بيلي جيني فين بيلي جيني التالوك هذا بيلي جيني النار العافيه ديال جهنم ندخل القارونة الجيني وتيسل الكرة تيفان تلقى شاكيرة تتقول الله 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 والاغاني والمغنيين والدعارة والعافية وتنتشوى هذا بيلي جيني هذا شي حاجة مزيانة تسير بلاس سايز عرفتي وصلوني بزاف ديال الكيستيون على قبل بلاس سايز حيت اختي تو سامبلومون ما كاينش الحوت السلام عليكم المغرب فيه الرخاخات حنا مسمومين الغلاضات اختي كاينين في امريكا حيت تياكلوا الهمبرغر ماكدونالد ما تيتيوهاش في الاخر عايشين حياه ديال كل واحد تيتاسق مخو حنايا فينا الفضول فينا السم داك الشيء شكون شي رقيق ماروز مي انا ماشي ما كنبغيش نخدم معاهم حيت لو كليون هو اللي كيعزل مع من بغا يخدم انا غير كان عندي بادج البرودكسيون ديالي عندي المادلينغ اجنسي ديالي
عندي من بلاس سايز مارو حتى سكيني سمارو، ولكن راه لو كليون كيديسيد شكون بغا. هاد خونا ما عاديش في راسك، ولا النشره الجويه ديالو ما عادياش. هاد خونا هذا كيكه 100%، لا تاكدت انا كيكه من الافعال تاعو وانا كيكه. ما عمري نقدر نعزل شنو نقدر. مي ريسامون درنا لو ديفيلي ديال في الرباط افيك لينيسياتيف اوداس، كانت بلاس سايز مارو، كانت منى من الرباط، اند شي واز ذا فيرست بلاس سايز مارو ذا وين كات ووك معايا انايا. هي مسابقه ديال اللباس الهربه. I already work with someone. Your question is a. شكي ظريف هذا الغليظه مسكينه، سمحي لي يا اختي. داك الضحكة قلت لكم فيهم الحنان، هاجي الضحك معاك تيكون واحد فيهم واحد الكيوتنس، واحد البيرفكتنس، واحد الكايندنس، واحد الستايلش زوين. الا واعي تضحكرو من الغلاظات بالسيف عليكم، تلقى عندهم ديك الفورمه تاع كرواسه تاع الهلال تاع دريمو خارجين لها دوك ليونز زوين تقبط فيهم. امشيني الدري ضحوكيا والله الا واعي تعرفوا يطيبوا، واعرين هادو واعر ما تعرفوش نتوما بحقهم. And now back to tell me. دابا اجي دخلنا عليكم مود شو كيديره. الله يا اختي بلي بحال دوك شي كيميو الجوانات وحق الله تكونوا مخوزعين تجلسوا في الخصه تاع كيليز. It is so simple. What a perfect life for you. What a perfect life. شنو الله فاش تنشوف هاد العيالات تنحيي المراه المغربيه الاصيله اللي هي ماما وجميع المراوات الاصيلين اللي تيلبسوا الجلابات ويخرجوا بها ومحافظين على الستيل ديالهم وتيمثلوا المراه المغربيه الحقيقه. هادشي راه مركن مفركن ماشي ديالنا هادشي. انا تنحترم المراه على راسي وعيني، وتحيه للمراه المغربيه. هادشي ماشي مراه مغربيه، تنشوفوا لاسبيراسيون جينيراسيون من الخارج، هادشي مقور بالجير بالرجوع. دابا هادو بحال قلتوا لي تياكلوا كسكسو بالفرشيط، مايمكنش. واش فهمتي العز اخوتي العز؟ اللايف ستايل اللي غيكون مرتاح فيه. يس اللايف ستايل ديالي سير اخويا قلنا هاد اللايف مرتاح فيه صراحة. لا 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 ماشي اللي كتكون مرتاح فيه، اللي غادي. What's the perfect life for you? I think I know the answer. I think اقول لك هاني I already have the perfect life. I don't have a perfect life. دابا اجي perfect life. واش دابا اجي هي perfect life؟ perfect life اول حاجه تتكون بعدا بينك وبين الله مرتاح. The relationships between you and your creator الله، هادي هي اول حاجه، هادي هي البيرفكشن. البيرفكشن لايف تاعي هي فاش غادي نعرف غادي نكون غادي للجنه ونتبشر بالجنه، وفاش غادي يدفنوني في القبر نعيش مزيان في هذاك القبر، داك بعد الشبورة اللي تيحفروا لي. بيرفكشن لايف هي نكون مزيان مع والدي، والدي يكونوا راضيين عليا. بيرفكشن لايف هي نتقاتل مع الشيطان من بعيد على الحرام والقمر. بيرفكشن لايف هي نكون زوين مع بنادم، ما ناديش بنادم واخا بنادم يأجني، ولكن انا نكون متسامح مع نفسي ومع واخا بنادم يأجني نسمح. هادي هي البيرفكشن لايف. البيرفكشن لايف هي طلب القناعه، قول يا ربي رزقنا القناعه باي حاجه، باش نحب واحد الله تتشكروا على داكشي اللي عندك هو تيزيد. اما البيرفكشن لايف لابس ليا بينوار بيض، ما عرفنا هاد خونا هذا خويا واش فوف، واش اخويا نفيسه، واش اخويا ميت هذيك المراه لابسه داك البيضات بتقول لي السلام الحمام. اش اشوت اشوت والله الا تيبان بحال شي نفيسه 40 يوم خاصك تهضر معاه. والله الا نفيسه هاد السيد هذا بالله. بيرفكشن لايف لا سا سي با فري، ولكن بيرفكت لايف فور مي انني نكون غير نكون لايك حسيت تري ديفيسيل دو بوزي هاد كيسيون حتى حاجه ما بيرفكت. والله الا عرفتي البشره تاعو رطب من الدريه، هذا بينا تيستعمل مساحيق التجميل ديما. وشوفوا لي القلاده، القلاده أضرويت ليها القلاده نيكلسسز. فيها تشالنجين، فيها بالانس، فيها مره كتكوني فرحانه ماما واخا اصلا انت تبغي تكوني فرحانه ما تقدريش تكوني فرحانه. لايك ويلي ويلي دار واحد النهار كيجيك بريك داون واخا تكوني انت ما درتي والو غير مديتك راسك ما كيكونش عندك المورال. سو ذير از نو بيرفكت لايف. انا غير شتي ولا عاد الشباب نشوفوه في التلفازه وفي يوتيوب ابرو الشام جهيد والله. ايماجينيشن كيفاش كنتخيل ولا نضاضر اخويا الروج ولا دير بحال الكادر تاع بلي ما نقدرش نلبس انا هاد النضاضر هادوك كبار، ولكن ديك الرقيقه جذابه والله انا جعجب. اما نقول لكم الصراحه هي الرقيقه واعره وزوينه. هاد اختنا هادي هادي اللي تصعبت معايا تبليني بالجوانات المية هاد الدريريه بي بي دبليو في الله يعمرها ضرب عليها فيها شو مسكينه تتصنت ودايره راسها بحال هكا. هاد اختنا هادي هادي اللي لابسه البيروك هادي ما كاينه كاع هنا، هادي بات مسكينه يدي لا مود وصافي. هادي اللي في الاخر هادي باينه فيها عقرب، هادي باينه فيها عقرب، هادي خطيره هادي. لازم حياتي تكون بيرفكت. كنت خير راسي يكون عندي واحد الدار كبيره ياك النص ديالها غيكون فيها ستوديو ديالي والبيرو ديالي، والنص الاخر الدار ديالي فواحد البلاصه بحال العروبيه حيت انا دوك كاينين ثلاث سيدي بالنور. دونك لا انت ماشي دوكالي سمح لي كولا والله ما دايرين بحال هكا، كولا كتقرب من حدا تتشم فيه ريحه كولا النخوه واللحيه والاصاله والوقفه. انت ماشي دوكالي اخويا سمح لي وداك الشيء واحد الكوري. دونك فوالا كنت خير راسي غير يكون عندي اللايف ستايل بيرفكت لايف ديالي اني نكون بحال هكا. I don't see myself married. ماما اللي كتسنين تجوج راه ما غنتجوجش. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. هذا حلال زون، هذا حلال زون بان ليا.
دونك علاش اخويا ما تجوج ما تلقاش مرتك حلالك تجوج بها وتمارسوا الجنس حلال وتولد وليدات حلال وتسافر انت وياه وتفرح امك تشوف وليداتك. انا امي دابا تقول لي ولدي احمد بغيت نشوف ولدك اش نقول لها؟ ولا امي تقول لي بغيت نشوف ولدك قبل ما نموت. دابا جا ما فكوني مع امي دابا طلت قول يا احمد بغيت نشوف ولدك بغيت نشوف بغيت نولي جده واحمد دير لي الحل. اش قلت لها امي يا صبري عليا امي الحلم تاع والديك هو يشوفوا عندك وليدات ما غاديش نتزوج. راه الزواج سنه من الحياه الزواج هتزوج هتزوج ضروري خصك واحد السند. انا ما تزوجش راك تزني وتبقى تبع الزينه تتشرف وفي الاخر تلقى بنادم تزوج ولد وليدات هادشي اللي كاين. شي قاعد يقول لك انا ما تزوج عادي تزوج بز منك ثق بيا انا ما تزوجيش على قبل كتزوج على امك ضروري من الزواج سنه من الحياه. علاش قالوا بانه الزواج تكمله للدين تتكمل به الدين حيت تيقيك من المعاصي فيه بزاف ديال اللعيبات والفوائد. I'm having a good life صراحه هكا so yes. ما تذكرش الله رويت وما تذكرش انا علاقتي مع الله زوينه ولا الرسول شي بلا كده نتخلاو على الدين تاعنا ولا بلا تمشي حشم يقول صلى محمد صلى الله عليه وسلم تقول انا تخليني على او دابا نسولو الانسه الاخيره ديالنا مدام نجوى السؤال ديالك شنو هو؟ السؤال ديالي هو علاش لا ماجوري علاش اش قالت الروك لا بسم الله why you doing this to me واش دابا هذا راجل عباد الله واش دابا جا ردت فيه العاجي علاش لانا ديل ري علاش روك اون فيت ديما كيسولني علاش كنصنت بزاف لانا ديل ري علاش الروك باسكو شنو هي ضا ضا ديري عارف انا لاج يا غير شنو ضا ضا ديري الروك الروك هو داك الشيء غوتو تكونوا دايرين دوك التشاو على المشطه هكا. انا بلي كنت في الكوليج كبرت في داك لو ريتم ديال الميتال روك بانك كرنج سو كبرت داك المود ديال واخا انا نفس البيض سافي با دي ماي ستايل ناو ولكن كيعجبني داك لو كوتي سي تري سومبر سي تري like énervé moi je suis pas énervé mais bon Lana Del Rey because she's so Lana Del Rey بعد ما كنت فاهم انا وياها في لي بارول ديالها et ça représente my feelings ça représente ce que je لا لا على الفيلينغز مشينا فيها شوف رسميا الحقونا مشينا فيها كفته هبط الريدو طلعت الكتبه السلام عليكم نشوفكم في جهنم اقرب باب وطلعوا لي فراسكم شواء جميل وحرقا جميل ونهايه سعيده السلام عليكم. أغنى حزينين كتجيني أغنى راه كيفرحوني بزاف الناس كيسمعوها كتبكي ما كتبكيش انا كتضحك نساو يا شيز ماي ايفريثين. انذر كويشن انا بغيت نسول واحد اللعبه واش تجي دوره الحيط بالرجوع هذا سؤال مهم فكري فيها باش نبقاو غير فهاد لو تيم نقدر تمشي انا وياك ديرو اي كان وبركه عندنا بهذا الشيء هذا الله يرحم لكم والدي شوف شوف وبوسه بوسه بوسه نيت بوسي انا كي تشدو على شدات مسمو باش نقول لكم بلي اتمان هو اللي كي كي تقيسو كيتمشى بيا ديما حتى وليت كان تمشى بيك اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من غضب الله اعوذ بالله من غضب ثانك يو يو شامل متباس وشي تساس شي تعنق وشي تقلق لكن هاني هادشي ما تيبطلش المبادئ تاعي بان نبقى جاي مثلا دابز على قبل الحلال وغادي في الطريق الصحيح. هادشي هذا هادشي هذا اللوجنال تلهي عن الحياه ماشي هادي هي الحياه ماشي هادي هي اللايف. ويلكم سو يو وونت مي تو ووك ويز يو نو يو ووك فيرست نو يو ووك فيرست اوكي دن 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 لا حول ولا قوة إلا بالله عزيز محمد. لا حول ولا قوة ذهبت الرجولة ضاعت رجولتنا اسمح لنا يا رسول الله اسمح لنا ماشي هي الأمة عاد نستاهلوش البكاء ديال الراس ضاعت القيم وضاعت الرجولة وضاع كل شيء. ثانك يو سو ماتش جايز فور كامين دايوغ كنشكر بزاف الصوت حيت فريمون تعرفت على بنات زوينين اول مره كنشوفهم عندي اللي ما تعرفش على واحد بلاص سايز مارول غنقدر نخدم معاه دون لافنيغ عندي واحد الافرو جيرل اللي زوينه بزاف وعندي واحد داركنس كوين ايتسيلف دونك ميرسي بوكو هاد البنات دي ار اوريدي ماي فريندز سيتي لا سيربريز ديال الصوت ولكن هاد لي 3 مانكان سي نوفيل ديكوفيرت بور موا انا ام سو اكسايتد تو ورك وذ ذيم اول سو ثانك يو سو ماتش فور كامين اند اي لاف يو الحقونا تهلاو في راسكم جيم كومونتير وقولوا لي اش بان لكم في هذا الشيء هذا الله يدينا في الضوء الاخوان كتبوا في كومونتير الله يدينا في